والآن نتعرف على حالة الطقس. أخبار الطقس وميرفت المليجي، لكن ميرفت مرة أخرى. شكراً يوسف وآية، وأهلا بكم مشاهدينا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل الحرارة على معظم الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن ومحافظات الجمهورية. ففي القاهرة العظمى 36 والصغرى 25، اسكندرية 33 24، مطروح 30 22، بورسعيد 34 24، الإسماعيلية 38 23، السويس 36 23، العريش 34 24، طابة 36 26، شرم الشيخ 38 28، الغردقة 37 27، الأقصر 41 27، أسوان 42 28، الوادي الجديد 41 25، شلاتين 36 26، وأخيرا حلايب 34، والصغرى ستكون 26. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.